التيبل اللي احنا شايفينه قدامنا ده عباره عن ليستنج للوان سايدد لابلاس ترانسفورمز اوف مثلا مجموعه من الفانكشنز الاساسيه اللي احنا بيسكلي بنلاقي ان هم موجودين كتير في الشغل بتاعنا. على سبيل المثال هنلاقي عندنا مثلا دلتا اوف تي اللي هي اليونت امبلس، هنلاقي عندنا بيسكلي بتروح لنا في اللابلاس دومين هنلاقي ان هي بتساوي واحد، والريجن اوف كونفرجنس بتاعتها في الهول اس بلين. اليو اوف تي اللي هي اليونت ستيب فانكشن هي عباره عن 1 اوفر اس في الناحيه الثانيه، والدومين بتاعها اللي بتبقى فيه كونفرجنس اللي هي الريجن اوف كونفرجنس بتاعتي بتبقى ريل اس، او يعني ريل اس اللي هو عباره عن السيجما بتاعتي اكبر من الصفر. الار اوف تي اللي هي الرام فانكشن عباره عن واحد على اس سكوير، برضه نفس الكلام نفس الكونديشن بتاع الريجن اوف كونفرجنس برضه ان هو ريل بارت بتاع الاس اكبر من الزيرو، وهكذا. احنا في الحقيقه في اللابلاس ترانسفورميشنز نادرا ما بنحتاج ان احنا نريزورت للايكويشنز اللي هي الانتجريشنز بتاعت الفورورد والانفرس لابلاس ترانسفورميشنز علشان نحسب اللابلاس ترانسفورم. اللي بيحصل دلوقتي ان احنا بنستعمل التيبل ده موست اوف ذا تايم، وهنستعمل مجموعه من البروبرتيز اللي هتكلم عليها دلوقتي حالا اللي هي ممكن ان انا لو غيرت في الحاجات اللي موجوده هنا تغيير طفيف ممكن ستيل برضه اقدر اجيب لابلاس ترانسفورميشن. يعني لو خدت واحده من الحاجات اللي موجوده عندنا هنا، واحده من الفانكشنز دي، وجمعتها زائد فانكشن ثانيه، هنستعمل لينياريتي علشان نقول ان اللابلاس ترانسفورميشن بتاع المجموع هو عباره عن مجموع اللابلاس ترانسفورميشن بتاع each one of them. لو انا عملت مثلا تايم شيفت هلاقي في فانكشن او في طريقه تجيب لي تايم شيفتد لابلاس ترانسفورم بتساوي كام. فعموما الحاجه اللي احنا بنستعملها براكتيكالي هو التيبل اللي زي كده مع مجموعه الخصائص بتاعت اللابلاس ترانسفورميشن اللي بيها اقدر اخد الفانكشنز الموجوده عندي هنا دي واجنريت بيها مجموعه تانية من الفانكشنز ريليتد ليها وبتحقق البروبرتيز اللي بتكلم عليها دي.